إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس جديد إن شاء الله. قبل ما نبدأ الشرح إن شاء الله، ما تنسوش تشتركوا في القناة ودعمونا باللايك ودعمونا في القناة الثانية، تلقوا الرابط تاعها أسفل الفيديو، وهذا فضل البركة مش أمر. على بركة الله نبدأ الفيديو. المهم، كما كنا نشوفه في الفوتو في أول الفيديو، الصورة هذه اللي في أول الفيديو، احنا نبدأ على بركة الله. ذوك هذاك الديكور تحب تخدمه وحده، تسمى على البلافون ديريكت، تحب كي تخدم البلافون تاعك وتخدم الديكور هذاك. قلنا تلك معنا نظرة بسيطة، تسمى كما خدمته انا خدمته ديريكت على البلافون، تسمى ما كانش بلاكو ولا هكذا ولا بلافون، ديريكت بلافون كان مسبوق قبل حاجة انا خدمت عليه. المهم انا الاسباس اللي كانت عندي، ما كانش عندي الاسباس بزاف. مهم انت كي راح نوري لك دوك في الفيديو كيف راح تخدم وكيف هكذا، لازم تعرف كيف الاسباس اللي راح تخدم عليها. اسم الاسباس اللي راح تخدم عليها تولي تزيد ولا تنقص ولا هكذا. المهم انا كما خدمت، اول حاجه درتها هذا هو الاسباس اللي كان فيه اللي كنت نخدم عليه كما راه في الكاري هذا. اول حاجه درتها جبت اللاكس وسط هذا الديكور، وجبت من ثاني بالكورتاكس هكذا، ثم خرجت الوسط تاعو. انا باش ما فزتش الفاية خدمت الروم الدائره هذيك، درت فيها القطر فيها 120، يعني قد الفاية باش ما نفزتش الفاية بزاف. خدمت فيها 120، سما نصف القطرة 60، 60 سنتيم. درت المدور تاعي على 60 وتراسيت في البلافون 60 هكذا، تراسيت 60 تاعي صافي هكذا. القطر ولا فيه 120، سما قد الفاية، الفاية العرض تاعها 120 على 3 مترات. سما انا باش ما نزيدش فيا واحد خلاف ولا هكذا، سما خدمت على الاسباس اللي عندي هنا برك. ومن بعد سدرت جبت منا حتى لهنا، درت فيه 20 سنتيم. انا زدت درت 40 سنتيم، زدت تراسيت جهه خرجت لي الدائره هذه هي اللي بديت فيها الاولى. خلاص سما كي بديت هكذا، درت الاولى ودرت الثانيه، وهذه الدوائر تراسيتهم في البلافون، ثم تراسيتهم في الفيه. من بعد شفت انا زد درت، ثم باش نحكم الدوائر هذوك ثقبت واحده لهنا واحده لهنا، 3 4 5، ثم في وسط الدائره ثقبت، ركبت شوفي ليطون لاتيج كافالي، ودرت لي زامورس تاع لافيرير، زامورس صغار تاع لافيرير تفهمين، علقتها هبط من البلافون حتى لهنا، هبط بويت كما العادة عندي، ما كما نهبط هكذاك نهبط بويت 8 سنتيم، هبط 8 سنتيم، علقت هذو ودرت لي زامورس هذو صغار من تحت، حكمتهم بالكافالي صافي، ولاو عندي 5 مورس لهنا، تما ماهيش هي ما اصلا ماهيش حاجه كبيره. من بعد رحت للفايه قصيت هذه هكذا،
كما راكم تشوفوا فيها، قصيتها كومبلي، دورت عليها بالكورنيير ثاني، هذه في الفيانة نهدرو، دورت عليها بالكورنيير من افو اريير، ومن بعد احكمت لصقتها، لصقتها في البلافون. فاهمين؟ لصقتها انا، حكمت لصقتها في البلافون، خلصت فيسيتها، خلصت قعدت الشكل الدائري هذه كما راكم تشوفوا. من بعد واش درت؟ من بعد حكمت خدمت لي زامورس، لي زامورس الطوال هذوك اللي كنتو تشوفوا فيهم رايحين هكذا، هذا درت فيهم 80 سنتيم. تفهمين؟ درت فيهم كامل 80 سنتيم، هذو لي زامورس. كيف خدمتهم؟ خدمتهم هكذا، خدمتهم هكذا كما راكم تشوفون، هكذا هذا، هكذا هذا هابط، وهذا جاي هكذا. ومن بعد قطعت الطرف هذا هكذا ب20 سنتيم، يسمرون يدخل لهنا، وهذا يجي لاصق في البلافون. لهنا درت 9 سنتيم باش تلحق البلافون، خاطرش الويت والان سنتيم تاع الرون صافي ولات 9، لكن قطعت من ناحية اللي قطعت 9 على 20 سنتيم، على 22 سنتيم، بس كي على الجناب باش نلصق هذوك لي زامورس الروتور تاعنا على الجناب. درت فيه ثاني، درت من ناحية لهنا درت 22 سنتيم، ما باش يدخل فيه الاخر في الرون، وهذا يكمل هكذا نورمال، يكمل هكذا يموت اللي هنا. درت الحافة هكذا ماضي، ما درتهاش قد قد، ما درتها شوية هكذا وفال سما باش تجي باهية، وخدمت فيها هذه كومبلي فيها 80 سنتيم. تفهمين؟ وهذو هذو الطول تاعهم هكذا درت فيه 20 سنتيم، 20 تحب دير 15 دير 15 على راك، ما من ناحية لهنا. ومن بعد في البلافون بعد لصقت هذه نخدم منها اوتوماتيكمون، احنا عندنا قدي، عندنا لهنا عندنا 1 2 3 4 5 6، عندنا 6 صافي، نحتاج كما هكذا نحتاج 12 واحد. فاهمين يا جماعة؟ نحتاج 12 واحد. انا كي خدمتهم درتهم قد العرض تاع لاراي، يعني لهنا في البلافون، في البلافون تاعنا لصقت لي زامورس تاع لاراي. فاهمين؟ لصقتهم في البلافون وين بلايس هذو اللي راح نحكم فيهم، لصقت مورسو لهنا ولصقت المورسو هذا الطويل في البلافون. فاهمين؟ باش نلصق فيه هذه الفاية صافي، هذه واحدة ومقابلتها واحدة أخرى كيفها نفس الشيء، نفس الشيء بالنسبة للجهة هذه ثاني كيف كيف، نفس الشيء بالنسبة للجهة هذه، ومنها ثاني كيف كيف. خدمت لي زامورس تاوعي هذا وخلصت، من بعد درت لاراي ولصقت. بديت انا باش نجيبها في الوسط، في الوسط تاع الديكور قد درت واحدة ومقابلتها واحدة، ومن بعد جبت بين واحدة وواحدة جبت 15 سنتيم، 15 سنتيم بين واحدة وواحدة، جبت 15 سنتيم، منا ثاني كيف كيف، منا كيف كيف، ومنا كيف كيف. تفهمين؟ ودرت لي راي تاوعي كما راهم عاقبين، ومن بعد جبت لي زامورس هذو، لصق واحد في الجهة هذه ولصق لي مقابلو نفس الشي، ومن بعد نجيب لاراي نحطها من تحت تما باش نحكم الجهة هذه ويتحكمو هذه في الدوزيام، في الثانية هذه واللي مقابلتها. فاهمين؟ لصقتهم ومن بعد درت لاراي، لاراي هذه لصقتهم في بعضهم، وزدت درت الاخرى الدوزيام والثالثة، ونفس الشيء بالنسبة للجهة اللي من هي. شني اللي هنا
لازم يكون عندك الفليكسيبل اللي شفناه في الفيديو، فليكسيبل هذاك اللي وريت لكم كيف في بلايص ضيقين كما هكذا تقدر تخدم به. سما هذاك يدور هكذا، جاي كي الحلزون هنا هكذا يدور ويحكم الفيس تاعك سما بلا ما يتعبك ولا هكذا. قلنا لصقتهم خلصت سيبون، ومن بعد وليت لي زامورس هذو اللي لهنا، لي زامورس الاخرين هذو اللي لهنا خدمتها بنفس الشيء نفسهم. وشني هذو درتها عريضة، درت فيها انا 20 سنتيم، درت فيها 20 سنتيم، صافي تجي كما راهي هكذاك تجي فيها 20 سنتيم. والديكور تاعها خدمته كما راه هذا، كما راه هذا. وشني صغير انا درت في هذه فيها 80، الاخرين درت فيهم 40. الصغار اللي يجي واكوتي اللي تجي واحدة من وتجي واحدة لهنا، هذو درت فيهم 40، استغفر الله درت فيهم 50، خطركش عندي هذه 20 وتخرج منها 15 ومنها تخرج ب 15، سما باش يجي الديكور في النص. هذه اللي هنا المهم كي خدمتها وخلص نفس العملية، وشني اللي هنا خدمتها بالكورنيير، درت طرف تاع كورنيير لهنا وطرف تاع كورنيير في الجهة هذه ثاني كيف كيف. وباش لصقت الطرف هذا والطرف هذا وعاود سكرت من تحت ثاني بالكورنيير. تاكش هذه عريضة سما نغسل الكورنيير وما نخسرش لاراي. هذه راح نديرها قد العرض تاع لاراي، خرجت لي فيها 7 سنتيم كما لاراي، 5 سنتيم وسنتيم تاع الفاية الجهة اليمنية وسنتيم تاع الجهة اليمنى، صافي تولي 7 سنتيم. وهذه درت فيها 20 سنتيم، سمي هي فيني 20 سنتيم. وخدمت هذه وزدت عاودت زدت خدمت هذه، تفهمين يا جماعة. ولصقتهم هذو اللي هنا ملاصقين في الفاية في الرون، الرون جاي هكذا هكذاك او جاي هكذا داخل الرون، هذو داخلين فيه في الرون. بعد في هذا السيركل هذا، في السيركل هذا زدت درت لي الطرف تاع لي كورنيير، تمام. الكمال لهنا درت لاراي، هذه ما الجهة التحتانية، انا نحكيو على الجهة هذه اللي راكم تشوفوا فيها، درت لاراي ولصقتها باش يلصق هذا، يلصق في الرون بعد، ويلصق كامل في بعضها كامل مع بعضها في البلافون. وكملتها، بقات النص اللي هنا سما كما انا جات عندي انا اللي هنا جات شغل ملظوظة بزاف، صافي ما قدرتش انا ندير كاش حاجه اخرى ولا لهنا، صافي قررنا نديرو ليستر لهنا، ليستر لهنا برك وعادي. انت عندك الفيد بزاف والله هكذاك تحب تزيد تخدم كاش رون هكذا صغير تخدمو لهنا في النص، وهذه هي وتكون خلصت. ولي نورمالمون نورمالمون واضحه، ولي ما فهمش يعاود يشوف الشرح هكذا كيف راني نشرح فيه نظري وهكذا، ويروح يشوف في الفيديو. يعني خويا كاين في القناة كاين الفيديو تاعها كيف خدمته وكيف كل شيء، يحب يشوف النظري هكذا ويشوف التطبيقي، ثم يشوف في الفيديو كيف قاعد نخدم. هذا هو الدرس تاع اليوم ان شاء الله، وبارك الله فيكم. المهم اللي ما يفهمش اي حاجه والله هكذا خلينا لتحت في التعليقات، واللي شايف كما نقولوا اللي حاب يخدم كاش ديكور مقدرش يخدمه والله هكذا والله جاي صعيب والله هكذاك، يخلينا في الفيسبوك. انا مديرين فيسبوك في القناه، هذا كان الحساب الشخصي، مانيش مدير لاباج سما راح نرد عليك، راح نرد عليك. يخلينا هذاك ونخدموا عليه فيديو ونشوفوا نوري له هكذاك كيف يخدم وكيف وكيف يكملوا وكيف يفيني لا فينيسيون، اخي كاينه في الفيديوهات في القناه. الباقي الخدمه اللي تراس وهكذاك والرسم والتخطيط هكذا للديكور وهكذا هاني نشرح لكم فيه بابسط الطرق. دوك ان شاء الله نشرح الديكور كامل اللي خدمته والله اللي راح يتخدم، نجيبو هكذا لي فوتو والله كما تبعثونا نتوما والله هكذا نشوفوا الديكور هذاك ونخدموا به.
هذه هي، بارك الله فيكم. المهم ما تنساوش اللي ما اشتركش في القناة يشارك في القناة ويدعمنا باللايك، اسمع هذا فضل ماهوش أمر. اللي بيغي يشارك في معنا في القناة الثانية مرحبا به، وإن شاء الله يستفاد ونستفادوا كامل. السلام عليكم.